السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. موضوع هذا اليوم راح يكون طريقة عمل نظام مراقبة متكامل بأبسط الأدوات. كل ما أحتاجه مجموعة كاميرات ويب كام، أقدر أنه أصنع نظام مراقبة أستخدمه بالمكتب أو بالمنزل أو بأي مكان. طبعا الأدوات اللي أحتاجها، أحتاج مجموعة كاميرات ويب كام. حاليا أنا عندي كاميرتين فراح أستخدمهن. هذه الكاميرا الأولى، وهذه الكاميرا الثانية، وأيضا أحتاج برنامج، اسم البرنامج Security Monitor. البرنامج هذا يدعم تركيب أكثر من 30 كاميرا بنفس الكمبيوتر. طيب لو شخص يسأل كيف أقدر أركب كل هذه الكاميرات بكمبيوتر واحد، تقدر أنه تركب هذه الكاميرات باستخدام هاب، مجموعة من الهاب، إلى أن يتركبون كل هذه الكاميرات بكمبيوتر واحد. أيضا راح أحتاج إلى كمبيوتر، فراح أستخدم هذا اللابتوب، أستخدم هذا اللابتوب. طيب حاليا وفرنا كل الأدوات، فراح أتحول للخطوة الثانية وهي توزيع هذه الكاميرات. طبعا انتهيت من نصب الكاميرات، نصبتهم بشكل بسيط فقط للتوضيح. الكاميرا الأولى هذه، وهذه الكاميرا الثانية، وربطتهم باللابتوب. فراح أنتقل للكمبيوتر. بعد ما انتهيت من شرح الأدوات المطلوبة ونصبت الكاميرات بشكل بسيط، أبدي بتحميل البرنامج من الموقع الرسمي. رابط البرنامج موجود أسفل وصف الفيديو. فأول ما أشغل البرنامج راح يكون بهذا الشكل، فأضغط على أدت كاميرا وأضيف الكاميرات، أنطي نيكست. هنا أنا عندي مجموعة اختيارات، يعني أما أريد أنه يسجل فيديو أو يكون التقاط صور بمجرد الحركة، فأختار أوديو ألارم وأنطي أوكي. فسأنتظر الكاميرا الأولى. طيب الكاميرا الأولى اشتغلت، فراح أضيف الكاميرا الثانية، هذه الكاميرا الثانية أيضا، أنطيها نيكست، أنطيها أوديو ألارم وأضغط أوكي. أنتظر الكاميرا الثانية، حاليا كاميرتين تم ربطها بشكل واضح. الكاميرا الأولى هذه، الكاميرا الثانية هذه. فأريد أنه الكاميرا الأولى هذه مجرد انه اي شخص يتقرب من هذا الكيس يصير صوت انذار. فاضغط على الكاميرا كليك يمين واختار ستارت اكشن. لاحظوا معي، فهذه صارت الكاميرا تقدرون انه تسجلون. يعني البرنامج يحتوي على مجموعة من الامور، مثلا اريد الكاميرا الثانية تكون مستشعرة للحركة، انطي ستارت. لهنا أنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن يكون واضح للجميع. انتظروني في فيديو آخر راح يكون شرح لاستخدام البرنامج بشكل كامل. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني. السلام عليكم.